القوة تاعنا أننا ننطلق في المشروع تاع عدل وباقي المشاريع. إذا الأهم هو الانطلاق في كل المشاريع اللي راها مقدرة تقديرا حوالي 330 ألف وحدة سكنية غير منطلقة في الإنجاز، والخرجات الميدانية تروح على هذا الأساس أننا نركز أولا على الانطلاق كل المشاريع التي لم تعرف بداية، ثانيا طالب برزنا متعامل بكل المشاريع اللي راها في طور الإنجاز واللي لازم نحترم الرزنامة باش نسلموها في الميعاد المحدد حسب الاتفاقيات اللي مبرمجة بين صاحب المشروع والمقاولات. وكذلك الشيء الثالث هو إعطاء الأهمية للجانب العمراني.